محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بقول لك مبروك الفوز بالبطوله، انجاز كبير جدا. دور اللجنه العليا، دور الاستاذ محمد الجارح وحضرتك استاذ محمد ضماطي في التنظيم، وكنتوا عاملين هارموني كبير جدا انكم تطلعوا بالتنظيم بشكل مميز من اول بطولات الطايره وحتى بطوله اليد ونهايه كاس الكؤوس الافريقيه. الحمد لله بنشكر مجلس الاداره الاول بقياده كابتن محمود الخطيب على التكليف ان هو ادانا البطولات دي في اول تجربه لينا في المجلس. بشكر طبعا اخويا محمد الجارح عمل مجهود عظيم، لجان كلها، كابتن رفعت عبد القادر عمل مجهود اكتر من رائع مع المجموعه كلها، اللجان كلها بتادي. بقالنا تقريبا شهر ونص او شهر وثلاث اسابيع في بطولات متواصله، والحمد لله النهارده تتويج الاهلي باذن الله، الحمد لله فاز بالبطوله والتنظيم الحمد لله عدى بشكل رائع. كيف تابعت المباراه وخاصه ان الاهلي من البدايه ادانا ايحاء ان المباراه سهله والحمد لله البطوله قريبه للاهلي؟ الحمد لله الامور مشيت كويس من اول الشوط الاولاني واحنا حاسين الامور ماشيه في سكتنا. الحمد لله لقب مهم جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله الدوري والكاس بقى لفريق اليد باذن الله عشان نعمل الموسم بشكل رائع باذن الله. مشهد ولقطه كانت حصريه لشاشه قناه الاهلي اثناء المباراه، تحركت من المقصوره الرئيسيه الى سياره الاسعاف للاطمئنان على محمود عاصم، كانت اصابه قويه، ايه اللي حصل في الكواليس في اجواء هذه اللقطه اثناء المباراه وهي شغاله؟ صعبه الشكل، الاصابه كان قويه جدا لانه اتخبط جامد في العارضه، لكن الحمد لله طمنا ان هو حرك رجله فما كانش فيه مشكله. طلعنا لحد بره في الاسعاف، كان يعني بنتحرك على بره، لكن الحمد لله هو قام في عربيه الاسعاف واطمنا علينا ما فيش اي مشكله، وان شاء الله لو في اي اشعه او حاجه يعملها، لكن واضح ان ما فيش حاجه باذن الله. مكاسب كتيره يا استاذ محمد. الحمد لله اهم حاجه المكسب النادي الاهلي للبطوله، اكثر من 25 سنه ما نظمناش بطولات افريقيا لليد، فباذن الله عندنا وعد ان احنا من الاتحاد الافريقي يبقى في تنظيم بطولات، لان ده بيدي فرصه للنادي الاهلي يزود رصيده في الالقاب الافريقيه، وده اللي احنا عايزينه في الهاندبول. محمد ضماطي انا بشكرك ودايما موفقين، والخروج بهذا المشهد في النهايه انا شايف ان في مكاسب كبيره جدا على الاقل داخل مؤسسه الاهلي، التنظيم من الالف للياء من خلال النادي الاهلي. الحمد لله هو ده النادي الاهلي دايما في المقدمه في كل حاجه، ونتمنى التوفيق لنا باذن الله والنادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا.